أنا انتصار حامد داوود جوابري، أهلا وسهلا فيكم في عصير الشمالية. أنا صاحب الكوفي شوب للسيدات، وهذا ابني إبراهيم محمد عطالله جوابري، هو شخص من ذوي إعاقة. عندي استعداد إني أشغل بمشروعي، هو بيعرف هذا المشروع مش مشروع لحالي، مشروع هو كمان. الكل بيتفاجئ شو الكوفي شوب للسيدات، ليش اخترت هاي الفكرة؟ هاي اخترت الفكرة لأنه إحنا في البلد ما في مكان للسيدات. طبعاً هاي الفكرة أخذت عليها تدريبات وبلشت فيها، واخترت بيت ستي لأنه بيت العيلة.